تحية طيبة. غدا ستتوجه الأنظار إلى جنيف، حيث تعقد محادثات بين حكومة الدولة السورية ومعارضة متفرقة متكئة على وسائد الفنادق. وغدا ستعود الذاكرة بنا إلى يوم ما قبل 5 سنوات، حيث ارتفعت شعارات الورق مرسومة بمفردات الحرية والديمقراطية والكرامة السورية. وبين الذاكرة والحاضر ينكشف المشهد السوري على آلاف المذبوحين من الوريد إلى الوريد بسيوف ديمقراطيتهم، وملايين المشردين وآلاف آلاف اليتامى والثكالى. نمشي في الطرقات وعيوننا معلقة على صور الشباب السوري الذي ارتضى الشهادة بكرامة كرمة للحبيبة سوريا. دمار، فقر، تهجير وشوارع خالية إلا من جرذ يقطعها بتبختر كأمير من الشرق، بزي ماضوي ولحية تختبئ فيها دروب الجهل، وسيف ينزلنا قطعا معلقة في صناديق اقتراع وهابية تكفيرية. وفي المشهد مشهد الجيش العربي السوري منتصرا، وخلفه شعب يجيد صنع أكاليل الغار لجباه المنتصرين. نغلق المشهد ونتطلع إلى جنيف 1 و2 و3 قائلين على وعسى. في هذه الحلقة مشاهدينا أرحب بضيفي الأستاذ فادي جناد المحامي، الأستاذ فادي جناد، والأستاذ عبد الله السلوم الكاتب والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بكم. مرحبا. بعتقد أنه هاي الحلقة أهلا ومرحبا، بعتقد هاي الحلقة نحن بكرة في عنا مؤتمر جنيف، ومبارح كان مؤتمر الصحفي لسيد وزير الخارجية الأستاذ وليد المعلم. كي نبدأ الحوار بتسلسل منطقي نبقى مع ما قاله السيد وليد المعلم في مؤتمره الصحفي أمس. نحن تلقينا رسالة من ستيفان دي مستورة تحدد صباح يوم الاثنين 14 جاري موعد للقائه مع وفدنا في مبنى الأمم المتحدة، بمعنى سيبدأ الحوار بوفدنا، وهذا شيء جيد. لكن وفدنا ما حيكرر الأخطاء اللي جرت في الجولة السابقة، بمعنى لن ينتظر في جنيف أكثر من 24 ساعة، وسيراقب وصول الوفود المعارضة الأخرى إلى مبنى الأمم المتحدة لاستمرار الحوار. نحن نتطلع إلى أن يجري الحوار مع أكبر شريحة من المعارضات، تنفيذاً لتفويض ديمستورا من قبل مجلس الأمن وبيانات ميونخ وفيينا أن يكون التمثيل لأكبر شريحة ممكنة، وبخاصة المعارضة الوطنية التي لم تجلس في فنادق 5 نجوم بالخارج ولا ارتبطت بأجندات خارجية. ولذلك نأمل أن يمثلوا، سيما وأن لا يوجد معارضة وحدها تستطيع أن تدعي تمثيلها لكل المعارضات. الأسبوع الماضي شهد سيل من التصريحات التي صدرت عن السيد ديمستورا، كان من بينها حديثين أدلى بهما. الأول في 9 الجاري خلال مؤتمر صحفي حدد خلاله جدول أعمال الجولة القادمة التي ستبدأ في 14 الجاري،
قال بأنها ستتناول الحكم والدستور والانتخابات النيابية والرئاسية التي ستجري خلال 18 شهرا. أولا، بالعودة إلى وثائق الأممية، لا يحق للسيد دمستور اقتراح جدول أعمال، هذا ما يجب أن يتم التوافق عليه بين المتحاورين، لأن الحوار بالأساس سوري سوري وبقيادة سورية. وفدنا جاهز لأن يناقش جدول أعمال الجولة القادمة. السيد دمستور عندما يتحدث عن الدستور هو يعرف أن حكومة الوحدة الوطنية التي ستناقش في المستقبل هي التي تعين لجنة دستورية لوضع دستور جديد أو لتعديل الدستور القائم، ثم يتم الاستفتاء على ما يتم التوافق عليه في لجنة الدستور من قبل الشعب السوري، بعد إقراره يصبح نافذ. هلا بعد ما تابعنا هذا يعني كانت محددات المؤتمر، فينا منقول ونسأل انه السيد او خلينا نقول سوريا لم تعد تقبل التسويف والمماطلة من دمستورا، وبالتالي المعارضة وبالتالي الحلفاء المعارضة، لذلك نستطيع ان نقول وضع المعارضة بحجم الحقيقي عندما قال ساعات احنا بنمهلها ساعات وبالتالي بننسحب اذا ما اجوا خلال هالمهله. والسؤال لك استاذ عبد الله. بدايه اسمحي لي ان اضع فقط اطار عام وعريض جنيف 3 او يعني المقبل. هو خطوه ايجابيه في مسار الحل السياسي، خطوه ضمن مسار تراكمي، يجب ان لا نرفع سقف الامال كثيرا حول جنيف القادم. ما تفضل به السيد وليد معلم بالامس هو يعني بمجمله يضع اطر جديده، يضع رؤيه الدوله السوريه حول المستقبل وحول المباحثات القادمه على الطاوله، وهو يضعها بكل اريحيه وكل صراحه وكل وضوح، يوحي بأن اللعبة اليوم تغيرت، بأن يعني سابقا كان هناك شروط وإملاءات وإلى ما هنالك من التصرفات سواء كانت من دمستورا أو الطرف المعارضات أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن اليوم هي ليست شروط، لن نقول بأنها شروط، وإنما عبارة عن تحديد ملامح. هذه الملامح ستكون طرحها بشكل مسبق حتى لا يتم تجاوزها ملامح، أو لا يكون ملامح البنود التي سيتم المفاوضات عليها، وذلك يعني لسبب أن دمستورا لا ينفك يشعرنا بأنه خصم، يعني الأستاذ هو محامي ويعرف أن هناك مبدأ في القانون لا يجوز أن يكون المرء خصما وحكما. بالتالي فإن دمستورا والذي يلعب دور الخصم هو نفسه الحكم، يعني إذا كان وسيط دولي لتصريحاته المتكررة تجاوز دوره كوسيط تماما، وهناك ترتيب. يعني عندما صدر القرار 2254 كان هناك ترتيب للأولويات من بند 1 إلى بند 9 10 11 12 13 إلى ما هنالك. عندما يتجاوز كل البنود ويتحدث بجزئيات معينة حول البند الثالث أو الرابع أو الخامس، طيب نحن كنا عم نحكي عن مكافحة الإرهاب، الأولوية اللي اجتمعت تحت سقفة الولايات المتحدة الأمريكية مع موسكو مع كافة الأطراف الفاعلة، طبعا باستثناء تركيا والسعودية التي مستمرة في دعم، واللي سميناه تنسيق نسبي أو توافق نسبي. هذا الحد الأدنى من التوافق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا يعني أفرز أولوية للإرهاب. يعني عندما يتحدث الأصيل بأن الأولوية لمكافحة الإرهاب، فالوكيل عليه أن يبقى يعني إما أن يتحدث في هذا السياق أو أن يبقى صامتا، لا أن يتحدث في هذا. لا يعني عندما إذا حضر الأصيل بطل الوكيل، عندما تحدث موسكو وواشنطن حول مسألة
بالحد الأدنى متفق عليها، فباعتقادي أن الوكيل إما أن يتحدث بنفس السياق أو يصمت. لكن وضع المعارضة أو المعارضات الأخرى عندما قال نمهلهم ساعات 24 ساعة وإلا نحن لو وصولهم إلى مكان المفاوضات وإلا نحن بدنا ننسحب، كمان هون وضعهم بحجمهم، يقول بعض المراقبين أنه وضع السيد وليد المعلم هذه المعارضات بحجمها الحقيقي الضيق الصغير، يعني كمان هذا ممكن نحط عليه إشارات استفهام. دعينا نناقش السردية التي تفضل فيها السيد المعلم، سردية الحديث. فالمعلم أومى لميثاق الأمم المتحدة من نقاط متعددة، حجم ديمستورا كمبعوث أممي حقك طبيعي تطرح أفكار، بس ما حقك تفرض على دول ذات سيادة أفكارك، وبالوقت نفسه أنت ما أنك قادر بأفكارك تخرق ميثاق الأمم المتحدة بالوضوح السافر جدا. واحد اثنين، بما يتعلق بالمعارضة وبالتسمية أو بالحصر اللي عمله السيد المعلم للمعارضة، هو ناجم عن قوة سياسية حقيقية عايشتها الدولة السورية اليوم بفضل التقدم العسكري اللي حاصل والمعروف. اثنين، بدنا نعقب على الفكرة اللي حكاها الأستاذ بما يتعلق بالوكيل والأصيل. اليوم أمام الحروب بالوكالة اللي عم تقودها دول معروفة صارت بدقة، والوكلاء الموجودين أن يقتصر الأصيل على أعمال معينة، فالوكيل يفترض أن يكون بالسياق ذاته، أو إن أجاز الأصيل تصرف هذا الوكيل فقد يجاز. لذلك جاء القرار السوري من خلال السيد وليد المعلم أنه نحن ذاهبون إلى جنيف ولكن بشروطنا. هذه المرة لن نكرر أخطائنا السابقة ولن نهدر الوقت في انتظار معارضة هي مشتتة ومنقسمة على ذاتها. ولا في نقطة أنا بحكي عنها إذا بتسمحي لي، باتجاه معين، معارضة اللي نحن رايحين نفاوضها هم وجوه سياسية مشغول عليها ماديا، والشغل المادي اللي صار باتجاه الوجوه السياسية مختلف عن المجرمين الموجودين على الأرض. المتحكم بالجريمة السورية أو المؤامرة اللي كانت على سوريا حسن يفصل ما بين وجوه السياسة اللي عم نشوفهم على شاشات اللي حاولوا يجملوها إلى حد ما، وما بين قرار الحرب على الأرض وأدوات الحرب وأدوات القرار لوجوه أخرى هي بالخفاء، قد يكون ضباط مخابرات إلى آخره. فهذا الفصل كمان ظهر بالسردية اللي تفضل فيها السيد المعلم. إذن سوريا إلى جنيف، جنيف هنا نحن وليس جنيف تفرضه علينا. لا، الظروف ظروفنا مختلفة، الحلفاء كما تفضل الأستاذ هم حلفاء حقيقيون ثابتون في موقفهم لصالح سوريا. ذاهبون نحن بجدية كاملة ولكن لن ننتظر، وغالبا لا تستخدم بالدبلوماسية، لكن ما وصلت إليه الأزمة السورية سمح لرجال الدبلوماسية السورية أن يكونوا أصحاب قرار حتى بالدبلوماسية. هلأ منشوف يعني بعد إذا بدنا نستجمع الخمس سنوات بنقاط الضعف اللي كانت فيها فيما يخص الدولة السورية ونقاط القوة، الآن واضح يعني من خلال مؤتمر مبارح كان مؤتمر قوي جداً، مثل ما حكينا في محددات وضمن إطار جديد، يعني قد يسمح لنا بأنه نتخيل في فرز جديد بالميدان، فرز جديد مو من طرف الجيش السوري، فرز جديد للقوات المتعارضة أصلا بين بعضها، لما بنشوف هلأ في اقتتال بين بعضهم، موضوع المصالحات كمان هذا لعب دور كبير. طيب شو هي نقاط القوة للدولة السورية حاليا المستند علي المؤتمر الصحفي مبارح اللي كان فعلا مبشر، واتفق مع دائما انت دائما بتقول استاذ عبد الله انه 2016 هو بده يكون عام الحل السياسي، فالسؤال موجه لك بهذا الاتجاه. نقسم نحن، خلينا نقسم مسار الأزمة السورية يعني بضمن عناوين رئيسية. عندك مرحلة التأجيج بداية، مرحلة التجيش الإعلامي والانخراط إعلاميا بالإضافة إلى مرحلة التهيج الأولى، مرحلة عسكرة الأزمة ونقل السلاح إلى المجاميع التي بدأت تتشكل، مرحلة التدخل الخارجي الأعمق، يعني بداية كانت مرحلة تمويل أو مرحلة مد بالسلاح أو الأمونالك، ثم انتقلت تصريحات وتغطية إعلامية، ثم انتقلنا إلى مرحلة أخرى العملياتي بدخول المجاميع الإرهابية، بدخول أفراد وجماعات إرهابية منظمة ومدربة ومهيئة عبر الحدود من تركيا والأردن، يعني هذه من المراحل. ثم بدأ
كان هناك مفصل حقيقي مع محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لضرب سوريا بعد ما اتهمت بأنها تقصف الكيماوي بال2013 بعد تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا القرار بدأت مرحلة جديدة تم فيها الشغل بين الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة، تعمقت الأزمة وتعقدت لوصول لنصل إلى العام 2015 الذي اعتبره كان زمن المخارج. في العام 2015 كان هناك عملية بحث عن مخرج للأزمة السورية. المفصل الأساسي في العام 2015 كان في الربع الأخير، يعني ب 30/9/2015 بالأشهر الأخيرة مع دخول الغطاء الجوي الروسي للأزمة للجيش العربي السوري، الدخول الروسي العسكري تماما. هنا تغيرت موازين اللعبة في العالم. هذا التغير في الموازين اللعبة يعني له عدة مؤشرات، يعني المسألة لا ترتبط فقط في سوريا وإنما في بلورة ربما نظام عالمي جديد قائم على توازع القوى، نظام عالمي جديد أسميه أنا نظام توازع القوى، لأن مع ما جرى إقليميا أيضا عندك الاتفاق النووي الأمريكي كله يندرج ضمن هذا النطاق. لديك ثلاثة قوى عالمية، روسيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، كل قطب من هذه الأقطاب لديه محيط حيوي وهامش يتحرك فيه، لديه اصطفافات وتحالفات. طبعا تلاقت هذه الاصطفافات في مجموعة من الملفات، من ضمنها كان الملف السوري. بالحديث عن الربع الأخير من عام 2015 والربع الأول من عام 2016 كان تمهيد لما نحن الآن تماما عندما كنا نتحدث عن زمن المخارج، والعام 2016 قلنا زمن الحل، فندنا في أكثر من مرة مسألة لماذا نقول عام 2016 عام الحل. في الجولة السابقة من جنيف ذهبت الدولة ولديها رصيد قوي جدا للمفاوضات، وبينما كانت المعارضة ضعيفة جدا، لذلك لم تكن المعارضة في وارد المشاركة وكانت تحاول إفشال مسار جنيف، لذلك تم ترحيله حتى الآن. إذن الأوراق ونقاط القوة ليست جديدة، ليست اليوم. الأوراق ونقاط القوة التي تستند إليها الدولة السورية بدأت منذ الربع الأخير، على أقل تقدير منذ الربع الأخير، إن استثنينا مسألة الصمود ومسألة قوة الجيش العربي السوري، دعم الحلفاء، نحن نستثني كل هذه القصص. لا، نحن عم نحكي عن 3 شهور الأخيرة بال 2015 كان في استعادة واضحة، استعادة السيطرة على يعني عم نحكي عن ميدان نحن تماما. ربعين، ربع أخير 2015، ربع الأول 2016، تبدل في المشهد الميداني، تبدل في هناك تصريحات، هناك جنيف، هناك عفوا فيينا، هناك جنيف، هناك قرارات جديدة في مجلس الأمن، هناك تطبيق للاتفاق النووي الإيراني. ذهب الدولة السورية بوفد مختار بعناية يشمل كافة الاختصاصات، ذهبت بجدية مع مسار المصالحات، أظهرت للعالم كله جديتها و يعني تمسكها بالحل السياسي تماما، سعيا وتمسكها بالحل السياسي على حساب الحل العسكري على عكس ما يقوله الآخرون. إذن هذه النقاط استمدتها الدولة السورية من الميدان أولا، من قوة الحلفاء المتنامية ثانيا، من صمود الدولة السورية وصمود الشعب السوري يعني لن نقول بحسب ترتيب الصمود أولا طبعا الأولوية طبعا الأولوية للسوري يعني ليست من أحد، يعني لولا صمود الدولة السورية والجيش العربي السوري نحن يعني كانوا الحلفاء تركونا من زمان، حتى الحلفاء يعني. فلذلك الوضع المستجد، وتأكيدا فقط على هذه النقطة، في إحدى اللقاءات من بوتين مع الصحفيين الروس، فقط تأكيد على هذه النقطة، كان جامعون وتم تسريب الخبر، قال للصحفيين الروس، كبار الصحفيين الروس، لو سقطت سوريا ستتركون أقلامكم وتمسكون الأسلحة في شوارع روسيا. صح، تمام. فهذا تأكيد على هذا الموضوع. هي عندما نتحدث عن المحيط الحيوي، سوريا هي امتداد للمحيط الحيوي أو الروسي بشكل أو بآخر، لديها يعني لديها حسبة اقتصادية، لديها حسبة سياسية، لديها حسبة في التموضع الدولي الجديد. إذن هناك قوة متنامية جديدة للحلفاء، محور مقاوم بشكل عام، إيران، حزب الله، روسيا. طبعا أود الإشارة إلى نقطة مهمة هنا، أن هذا التبدل في المشهد العالمي لم يكن نتيجة ضعف الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية ليست ضعيفة، ما تزال هي قطب موجود على الساحة العالمية ولديها رؤية وتفرق. الوضع في سوريا فرض حسابات جديدة، قوة الحلفاء هي من فرض هذا الواقع الجديد. قوة الحلفاء
واستنادا الى قوه على الارض بالضبط. يعني باعتراف الولايات المتحده الامريكيه ان الجيش العربي السوري هو القوه المثاليه للاستقرار ولدحر الارهاب في سوريا. يمكن انطلاقا من هذا الشرح اللي بيتوافق بشكل كبير مع اللي سمعناه من الاستاذ وليد المعلم، يمكن لهيك قال انه الازمه السوريه في نهايتها دون الاعتماد على جنيف 3 تماما. لبعيدا عن او اضافه للشرح، في معطيات أكثر استراتيجية من تفضل فيها الأستاذ، هي قضية حرب المضائق اللي عم تعيشها الكرة الأرضية كحرب عالمية موجودة على أراضي سوريا. يمكن يجي التاريخ ويقول كان في حرب عالمية مثل ما صار بالحرب العالمية الثانية، ولا سيما استنساخ المفردات اللي تمت بعقاب الحرب العالمية الثانية كمؤتمر ميونيخ وما سمي بالصفقة الرديئة بعام 1938 وتليته الحرب، كجنيف واختيار جنيف، جنيف اللي كانت بريطانية تاريخيا بانهيار أراضوهم بقصة أن الصلح والمؤتمرات بتصير فيها. فبحرب المضائق روسيا كانت أقوى وحاضرة بشكل أفضل، وأنا عندي تشدد شوي لجهة الولايات المتحدة الأمريكية أنه أمريكا حاولت تفرض قوتها من خلال حرب اليمن اللي كلفت فيها السعودية واللي ما حسن تعمل فيها شيء متعلق بمضيق المندب ومضيق الهرمز اللي مسيطر عليه إيران. في حرب المضائق للتجارات العالمية المتعلقة بالنفط وأنابيب الغاز واللي هي محور الحرب الأساسية، والفرضية اللي طلعت فيها الولايات المتحدة الأمريكية الضجة الإعلامية حول النفط الصخري لزر الرماد بالعيون أنه نحن ما بحاجة هالحرب، نحن عندنا نفط صخري بيكفينا. والدراسات الاقتصادية اللي عملها معهد كارنجي بهالاتجاه أنه هذا النفط مانو اقتصادي بالشيء اللي عم تهول فيه الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك أمريكا ليست دولة منهارة ولكن دولة في مرحلة انحسار، والحلفاء لسوريا هم في مرحلة تنامي. الأمر اللي فرض نفسه على الخريطة السورية السياسية قبل العسكرية. انحسار بأي معنى؟ يعني كدور، كتأثير، كدور. والدليل على ذلك توقيع الاتفاق النووي الإيراني، أضيف لتخلي أمريكا بصفاقة مطلقة عن وكلاء بالشرق. يعني يطلع السيد رئيس البيت الأبيض أوباما يبصفه لأردوغان بأنه استبدادي، أو يقول أنه السعودية عم تورطنا بحرب طائفية. هذا بالتصريحات الأخيرة، التصريحات الأخيرة. وكل ما جمع من خطابات أوباما على مدى السنتين، هو بآخر مرحلة ما تسمى مرحلة البطة العرجاء بالعلوم السياسية الأمريكية، أنه غير قادر على اتخاذ قرار حقيقي. فمن خلال قراءته للي صار، هو من خلال بس مو قال انه احنا غير قادرين، بالعكس قال انا احمد الله بما معناه اني انا تراجعت عن قرار ضرب سوريا، وهذا هو لانه طلع الخيار الصحيح. كمان له حساباتهم. اذا تسمحي لي، هو بيقول انه تمام انا تراجعت عن قراري بضرب سوريا، هو انا قناعتي هو ضرب سوريا وطلعوا الصاروخين واسقطوا في البحر. هذا الموضوع الاعلام غطاه، يعني ما حدا خجل منه. بس اوباما صرح بدقه انه انا بتدخل بثلاث نقاط بالشرق الاوسط، امن اسرائيل واحد، اثنين أن تهدد المجموعات المتطرفة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ثلاثة أي إشكال نووي بالشرق الأوسط، وهون عم يومي للقوة الإيرانية النووية الحديثة. فإذا عمليا هو صار خارج الحرب، شئنا أم أبينا هو خارج الحرب. هذا الدور ما اعتدنا على أمريكا فيه عبر تاريخها بالمنطقة، وما اعتدنا على أنه أمريكا تتنصل من وكلاء حتى بهالصفاقة الإعلامية. يعني اليوم مو دائما يسمى بآخر نهاية بنهايات بس اكتسبت صفة سابق بصير كتير منيح. يعني بصير نحن أخطأنا هون وأخطأنا هون وأخطأنا هون. هلأ صار عم بيقيم حتى الرؤساء لكن ويؤسس دائما الرئيس الأمريكي بآخر أيامه، إذا صارت صح التعبير عندنا انتخاباتهم بالشهر صحيح تاني يمكن صار. فبآخر أيامه دائما يمهد لمرحلة جديدة تستقى منها السياسي، يوجه بالاتجاه. أنت هيك وجهة نظري. أمريكا بتحكمها شركات تجارية معينة متعلقة بموضوع السلاح وموضوع التجارة بالمخدرات اللي عجزت عنه البشرية منذ تأسيس عصبة الأمم. يليها الهيئة العامة هيئة الأمم المتحدة عجزت تعمل إلا مؤتمر وحيد ويتيم للتجارة بالمخدرات في عام 1971، لأنه هن هدول الشركات هي المسيطرة على السياسة الأمريكية، على القرار السياسي، على القرار السياسي. هذا باستثناء له باليابان. فهلا هيك يبدو التوجه أنه أنت بحق لك تتدخل بس بهالحروب الثلاثة حتى كمرحلة قادمة لأمريكا. فلهيك أمريكا في حالة انحسار. بتوافقوا الرأي أستاذ عبد الله أنه يعني بهذا الشرح؟ يمكن أنا رح صيغ الأمر بمسألة مختلفة. أول نقطة تفضل فيها الأستاذ حول مسألة من يحكم الولايات المتحدة الأمريكية.
يعني النخبة السياسية الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية هي نتاج تفاعل القوى الاقتصادية الفاعلة فيها. هذا أمر منتهي وطبعا بحكم الواقع ليس أكثر من ذلك يعني. هذه هي نقطة. النقطة الأخرى أن مجمل الصراعات في المنطقة والتي دارت في المنطقة هي حول يعني المدخل الرئيسي لها هو موارد الطاقة وإمداد العامة طبعا، وسوريا تعتبر أحد ليس فقط موارد الطاقة منابع الطاقة وإنما أحد طرق الإمداد الآمن. سأتحدث لاحقا عن مسألة الإمداد الآمن ربطا بمسألة حرب المضائق التي تفضل بها الأستاذ. في مسألة انحسار قوة الولايات المتحدة الأمريكية قلت أنا بأن هناك قوة مستجدة لدى الحلفاء، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك تغير في استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التغير طبعا باتجاه طريقة أخرى للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة منطقة الشرق الأوسط. لا كان في بهالحالة نحن عم نحكي وكأنه في تخلي من الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط لصالح آسيا وأمريكا اللاتينية مثل ما يعني تم شرح ليس خطابه يعني. حتى اليوم نحن لا يمكننا الحديث عن مسألة التخلي. الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال حاضرة في الخليج ولا تزال حاضرة في ليست المسألة التخلي وإنما إعادة توزيع ربما أو إعادة تقسيم بين القوى العظمى. ولكن عندما نتحدث عن مرحلة جورج بوش ومرحلة أوباما، جورج بوش كانت العمود الفقري لسياسة جورج بوش هو استخدام القوة الصلبة، بينما عندما انتقل الحكم إلى باراك أوباما انتهج سياسة القوة الناعمة معتمدا على مشورة مستشاره جوزيف ناي. يعني شعبيا حتى نبسط المسألة اعتمد على مسألة إذا العشي موجود ليش نزفر إيدينا. يعني طالما أن هناك قوات ممكن أن تحارب بالوكالة تتصدر الموقف طبعا بالقوة. كان فيها إلى معطيات المعطيات اللي أفرزت هالمسألة هي أفرزت اعتماد الولايات المتحدة على القوة الناعمة هي تنامي استعداء تجاه الولايات المتحدة الأمريكية سوء أو سوء سمعة الولايات المتحدة الأمريكية ولهيك دولياً. يمكن ببداية ولايته إذا بتتذكر بدأ بتنظيف ملفات يعني سواء غوانتنامو أو أنا يعني متفق معك بالحديث بشكل عام بس في هيك نقطة يمكن لأني محامي دائما عندنا فكرة المؤامرة. مايكل بايدن رئيس CIA السابق غالبا رؤساء شعب المخابرات بالدول العظمى بيصرحوا بكل شيء بعد ما بيستقيلوا يكونوا عم يسموا سماك وبيبلشوا يضروا شو عم يصير. فعم يقول نحن خططنا بأنه 2015 ما يكون في شيء اسمه سوريا وتكون اليمن تلاشت وإلى آخره. حتى أوباما اعترف بهذه المسألة. أوباما سلم هالرسالة بأنه أنت هذا المطلوب منك تنفذه. اشتعلت حالة الحراك اللي تفضلت فيها فنتها بالسؤال الأول حضرتك. يجينا نحن على الواقع. أنا مؤكد على الانحسار لسبب وحيد مما لا شك فيه أنه أمريكا حتى الآن هي قطب عالمي ودولة متحكمة وإلى آخره، لكن عندما تسقط الأدوات أيا يكون الأصيل تمام يضعف، وعندما تختلف الخريطة السياسية يختلف دور الأصيل. والنقطة الأخرى التي حوربت بها أمريكا من حيث لا تدري ما حاولت فرضه على مجتمعاتنا هي الخريطة الجيودينية التي كانت غريبة عن مصطلحاتنا منذ منتصف القرن العشرين حتى الآن. نحن نفترض يساريين الفرز الطائفي وبناء كنتونات على أساس انعكس عليها انعكس عليها تماما، ولا سيما لجهة تسمية دول على بحد عينها بتهم إسلام متطرف أو ايا يكن من التطرف. السعوديه يعني لما حكى أو حتى على ايران حتى لما بدايات اللي اشتغلوا على تفتيت المنطقه اشتغلوا على اتهامات بغايه الوضوح انه هي عباره عن مد شيعي مد صفوي هون عندك عراك هون. وكان وقت الحكي انه هذا كلاته لصالح اسرائيل كونها هي الدوله قائمه على اليهود برر وجود اسرائيل. فخسرت حتى هالفكره اللي راهنت عليها امريكا خسرت. واذا بنذكر الكل يعني بنذكر منيح الكل اللي بيذكر انه بالايام الاولى انه نحن شغلتنا ايام ليش؟ لأنه الدراسة اللي انشغلت أيام معدودة الدراسة اللي انشغلت بالمرحلة بتاريخ البلاد هاي خلينا نقول العالم الجديد تشكل بال 45 بعد الحرب العالمية الثانية لـ 2011 بداية هالحراك اللي صار اللي انشغل عليه هو التوزيع الديموغرافي للمنطقة اللي هي إعادة الفرز الديموغرافي وأنت حضرتك نوهت عن فكرة كتير حلوة إنه سوريا إيه هي ممر وهي الممر الآمن وهي الممر الأقصر تماما. هلأ هذا أخذتونا هلأ على مساحة أنا ما بدي أخذ دورك نحن ممكن نرجع لها بسرعة تفضل.
انا مع فكره الانحسار لحتى تمم فكره الانحسار. في اثنين من داخل الولايات المتحده الامريكيه اشاروا الى فكره الانحسار. اولا ايمانويل تود بكتابه ما بعد الامبراطوريه اللي سماها بانشغال الولايات المتحده الامريكيه بحمى النفط والمسرحيه العسكريه الصغيره ايام جورج بوش. اثنين زبيجينو بريجينسكي بكتاب ايضا رؤيه استراتيجيه ايضا اشار الى مساله انحسار القوه الامريكيه، وحتى انه ذهب الى حد توقع ان انهيار الولايات المتحده الامريكيه قد ياتي في العام 2025. هي يمكن لكن حتى هي كانت دراسات بالنسبه للانحسار مو بمعنى انحسار انه كقطب، وانما في مناطق معينه وعلى راس منطقه الشرق الاوسط، هذا كان المقصود. يعني هاي الكتب اللي تناولتها وانه نصيحه بالابتعاد عن دماء مناطق الشرق الاوسط. لكن انا بدي ارجع لجنيف، يعني وفدنا هلا جنيف خلاصه هالحديث. هلا نحن سمعنا خبر انه الوفد السوري وصل لجنيف. نتساءل الله يسلمك، هلا نحن بدنا نتساءل انه امام خلينا نقول الشرط اللي قاله الاستاذ وليد المعلم انه نحن بننسحب بنرجع فورا خلال 24 ساعه اذا ما وصل وفد المعارضات الاخرى. السيناريو المتوقع ماذا لو انسحب الوفد السوري من جنيف؟ بس اسمحي لي اني اتحفظ على مساله شرط، هو ليس شرط وانما هو تهديد دبلوماسي. هلا اذا تحدثنا بمساله شرط معناها نحن عم نحط شروط مسبقه للذهاب لجنيف. هاي ما لها شرط، لا، هذا نحن حكينا انه كان مؤتمر مبارح كان مفعم بالقوه وبالثقه بناء على معطيات الواقع. تفضل. هو تهديد دبلوماسي، وتهديد دبلوماسي في مكانه، يعني عمليا هي مسألة رفع سقف اللهجة الدبلوماسية لدى الخارجية السورية إلى حد التهديد الدبلوماسي، وهذا طبعا أمر مشروع ومبرر. يعني هو وتحدث عنه بصراحة عندما قال لا نريد أن نكرر أخطاء الماضي. نحن لا، يعني نحن ما عم نلعب. في جدية لدى الدولة السورية، في أوراق قوية بتحملها. اليوم الوضع مختلف تماما. نحن اليوم أقوياء، نحن اليوم باتجاه حل أو نهاية الأزمة إن شاء الله قريبا. إذا هي عملية رمي الكرة في ملعب الطرف الآخر، المسألة متعلقة بإقصائية الطرف الآخر. يعني كيف مسألة الإقصاء؟ يعني المعارضات الموجودة لديها فكر إقصائي، يعني هي لا تتحد حتى ضمن مع بعض، يعني أدنى حدود القواسم المشتركة. يعني معارضات يا أخي حالة صحية، معارضات ما في مشكلة، بس لكن قواسم مشتركة بعضها هي غير متفقة. قواسم مشتركة، مسألة تمثيل، مو أنا والله هاي المعارضة بتقصي المعارضة الثانية وهي المعارضة لا، هدوك إرهابيين، لا هدوم جماعات إرهابية. هلا هذا كمان هذا الموضوع ليس لا ينسحب فقط على بالبعد السياسي، أيضا ينسحب على الميدان. هلا نحن بدنا نشوف لما بدنا نناقش ملف وقف الأعمال القتالية، بدك تشوف إنه كيف صار تنازع فيما بين الجماعات المسلحة المقتتلة فيما بينها من أجل رفع علم. بس مثال بإدلب، التهديد الدبلوماسي إذا لو سمحتي لي أني أرجع له، ما بيشمل فقط المعارضة، بيشمل اللي بده يروح على جنيف ورعاته، وبيشمل كمان ديمستورا، لأنه يعني تصريحات ديمستورا كانت يعني غير منطقية إلى حد كبير. كان في تحجيم لديمستورا أنه تماماً. ما بقى ترجع لفعل يعني كذا وكذا، هي عملية إعادته لموقعه الصحيح. يعني خلينا نجنب مسألة التحجيم ونقول هو رايح الطبيعي رايح أنك ما تتجاوز مكانك الصحيح بالضبط. أنت بتكون هون هاد شغلك، هاد شغلك، ما تتجاوز صلاحياتك. فالمسألة أنه نحن المعارضة إن لم تلتزم فيعني نحن كأنه عم نروح بدنا نتفاوض مع أولاد، يعني مستقبل سوريا بالضبط، مستقبل سوريا يحكمه معارضة. عم يعطي إشارة أنه ما في ندية بالطرف الآخر. نحن بدنا ننفذ هذا الموضوع، لكن خلينا كمان نتابع الأستاذ وليد المعلم السيد وزير الخارجية فيما قاله بموضوع وقف الأعمال القتالية. النقطة التي أريد أن أتوقف عندها ما قاله ديمستورا عن انتخابات برلمانية ورئاسية خلال 18 شهر. برلمانية هذا نص موجود في وثائق فيينا وبقرار مجلس الأمن، أما الرئاسية فلا يحق له
ولا لغيره كائنا من كان أن يتحدث عن انتخابات رئاسية. هي حق حصري للشعب السوري، وبالتالي فإن ما قاله ديمستورة هو خروج عن كل الوثائق الأممية التي يجري الحوار بموجبها. أكرر، هذا الأمر ملك للشعب السوري وحده، كما نصت كل الوثائق الأممية وبيانات ميونخ وفيينا، جاء فيها بالحرف مستقبل سوريا يقرره الشعب السوري. ولذلك أقول للسيد ديمستورة، لن نقبل بعد الآن خروجك عن الموضوعية لإرضاء هذا الطرف أو ذاك، ووفدنا سيرفض أي محاولة لوضع هذا الأمر على جدول الأعمال. وفدنا غير مخول، هذا ملك الشعب السوري وحده. فيما يتعلق بما هو جاري الآن، التحضير للانتخابات البرلمانية، أقول هذه الانتخابات هي استحقاق دستوري يجب احترامه، وهي لا تتعارض مع حوار جنيف. ولذلك لا نقبل تحفظات من أحد على هذا القرار الدستوري، لأننا نتوقع من ينادي بالديمقراطية أن يحترم الاستحقاقات الدستورية لا أن يستفز لإجرائها. نحن سعداء أن نرى إقبالا جماهيريا على الترشح، زاد العدد أكثر من 11,000. هذا يؤكد تمسك السوريين بالحياة والمشاركة في رسم مستقبل بلادهم. ومن هنا أدعو المواطنين إلى التصويت بكثافة في هذا الاستحقاق الدستوري، لكي نقدم للمجتمع الدولي رسالة واضحة عن طبيعة شعبنا. فيما يتعلق بوقف الأعمال القتالية، نحن التزمنا بوقف الأعمال القتالية اعتبارا من 27 شباط الماضي، وما زلنا ملتزمين. تذكرون عندما وافقنا كانت قواتنا المسلحة تحرز تقدما على مختلف الجبهات، ومن هنا لا يوجد تفسير آخر لقرار القيادة السورية بالقبول سوى الحرص على وقف سفك دماء السوريين. هلا تابعنا هذا الموضوع استاذ فادي، بالنسبه لوقف الاعمال القتاليه السار المفعول من 27 شباط الماضي، منضيف من عنا جمله المصالحات الوطنيه اللي عم نشوفها وجاريه على قدم وساق. السؤال انه ممكن فشل جنيف او نجاحه بياثر على وقف الاعمال القتاليه؟ هي الامور كلها مرتبطه ببعضها. ما أنه يأثر بشكل الاي أو لا، ظل السياسي قائمة وظل حالة الدبلوماسية، وفي استمرار بالحل السياسي قد يعطل أو يؤخر أو يؤثر بشكل أو بآخر، سواء سلبا أم إيجابا. حتى أنا نستبعد كلا الفرضيتين، باعتبار أنه الحروب والمصالحات عاملها أهم عاملين فيها هم الزمن والعنصر البشري. فالمصالحات عم تزيد الطيف البشري حول الدولة والقانون، صحيح. والحروب مثل ما تفضل السيد الوزير، أنه كنا نحن بحالة تقدم على كافة الجبهات وأوقفنا العمليات. فلذلك كلا الأمرين، سواء العامل البشري أو عامل الزمن، كلاهما مؤثر في مسار المفاوضات أو بمسار وفي الخلاصة اللي افترضنا أنه بوابة الحل هي 2016 أو عام الحلول. فكلاهما مؤثر، أما أن ينسف حالة دبلوماسية لا،
قد يكون ينتهي بجنيف 3 أو 4 أو حالة دبلوماسية ممكن تنسف إذا بتسمحي لي المقدمة اللي تفضل فيها السيد الوزير اللي عملها ما تخلى الكلمات الأخيرة لاستعماله لن نقبل. المقدمة هو عم يقول موضوع الدستور والقوانين والاستحقاقات اللي عم تحكوا فيها بالديمقراطية، أنتوا لازم تحترموا الاستحقاقات التشريعية اللي عندنا المستقات، طالما عم بتنادوا بالديمقراطية مستقات من روح الدستور. مرة أخرى نستعمل مفرد يومئ السيد المعلم بدقة أنه الدستور اللي اليوم عم تصير بيظلوا الانتخابات هو دستور تم إحداثه بعام 2012 بناء يعني أثناء الأزمة من خلال مطالبة بإلغاء المادة الثامنة اللي كانت تسند الحكم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، فتم معدل. إلغاء لم يعدل، ألغي الدستور كاملا. اثنين، الانتخابات التشريعية اللي راح يحكمها القانون رقم 5 لعام 2014 المسند دستوريا إلى الدستور الجديد. إذا نحن أمام قانونين جداد بينطلق منهم، إذا أنا عم حاكيكم من دولة ذات سيادة بدستور مستفتى عليه بالجمهورية العربية السورية، وما كانت جغرافيا الحرب بهالمساحة بال 2012 عندما الشعب السوري كله الشعب السوري الاستفتاء على الدستور، فأنتوا بدكم تحترموا دستورنا وشرعيتنا، نحن رايحين معكم. أما أنتوا بتتجاوزوا مهمتكم، ما بتحطوا لنا برنامج زمني، ما بتتجاوزوا على شيء نحن محترمينه كشرعني دولي، تحديدا مقام الرئاسة، يعني خط أحمر بيوصل عند مقام الرئاسة بيستخدم غضب سياسي او قرار سياسي، هذا اسمحوا لنا فيه يعني نحن ما أنا مضطرين. طبعا كله مثل ما حكينا، هو حط السردية كان جميلة، بحط الدستورية بيرجع بيحكي بالقوانين بالديمقراطية، بيحكي بقوة الجيش وانتصاراتنا، وبيقول لا لا الواحدة واضحة بغاية الوضوح يعني. صحيح. فأني يعني إذا ما احترموا هذا الشيء، إذا هني ما محترمين ميثاق أمم متحدة، يفترض نحن كعضو فيها نحن رايحين لهونيك لنتحاور بقرار تفضل فيه الأستاذ من شوي، إني مجموعة قرارات كانت خلاصة الحوار اللي عم يصير اليوم بجنيف. فلذلك ما بيحترم الشرعية الشرعية الدول ودساتيرها وقوانينها واستقلالها وسيادتها، أكيد نحن ما رح نحترم شيء عنده، وهذا الموضوع خطأ ما بدنا إياه. لن استخدم لن كان دقيقة بالعودة ل سماها غضب دبلوماسي غضب يمكن بس حلوة كانت إيه لا بس محلها كان بدون هي تهديد دبلوماسي تهديد واضح يعني هو تجاوز مرحلة الدبلوماسية وصل لمرحلة السياسي غالبا وزير الخارجية ما بيستخدم إلا دائما لكن رفع السقف للآخر إنه لن والسيد وزير الخارجية يعني يتمتع يعني على هامش المؤتمرات دائما بنكهة بنسميها حس الفكاهة، لكن المدروسة واللي دائما من خلالها يبعث رسائل مقصودة وواضحة. عند نفس الموضوع وقف الأعمال القتالية، شفنا على بأثناء هالأيام الماضية جملة مصالحات ومع قياديين من الجماعات المسلحة، طبعا مع بعض الخروقات اللي أنذرت الدولة أنه قد ينفذ صبر الدولة حيالها، لكن جملة هالمصالحات هناك مراقبين يقولون أنه المصالحات عمدت إلى تفكيك البنية الأساسية للجماعات المسلحة، لدرجة عم نشوف نحن هلأ في اختلافات ما بين أحرار الشام ما بين جيش الفتح، حتى الآن مختلفين على رفع علم بين قوسين علم الثورة بإدلب أو علم آخر. فبالتالي نحن أمام مشهد ممكن نحن نقرأ فرز جديد فينا نسميه ما قبل الأخير. إذا ما أردنا التحدث في مسألة وقف الأعمال العدائية والمصالحات، هم مسارين منفصلين إلى حد ما مع بعض الجوانب المتصلة فيما بينهما. المسألة الأولى متعلقة بوقف الأعمال العدائية، وأنا أعتقد بأنها إلى حد كبير في جوهرها هي عملية فرز قسري للجماعات أو للمجاميع المسلحة في سوريا، بينما ما هو إرهابي أو ما سيعمل في المستقبل القريب مع الدولة السورية، على اعتبار بأن اللائحة المكلف فيها الأردن فشلت. عندما فشلت بسبب الضغوط الإقليمية والدولية لائحة الأردن، تم استبدال، هي طبعا أعتقد بأنها كانت عالقة على مسألتين، مسألة حزب الله ومسألة جيش الإسلام. ما حدث بأن تم خفض المستوى بالنسبة لوسم حزب الله بأنه حزب إرهابي إلى نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، وإطلاق مسألة وقف الأعمال العدائية بحيث أن من ينضم إلى وقف الأعمال العدائية فهو غير إرهابي، وهو مع مسعى الحل السياسي لنقول، والآخر لينضم إلى جبهة النصرة وداعش وأن التحالف سوف يقصفه. إذن كانت المسألة فرز قسري
للمجاميع المسلحة الفاعلة في على الجغرافيا السورية. طبعا هذه تسهل المهمة القادمة. أريد أن أشير إلى نقطة بأن جيش الإسلام بين مزدوجين قال بأنه لم يدخل ضمن الهدنة، وطبعا القوات لأن صار في إحراج له أمام جبهة النصرة بهذا في حميمين قالت بأنه انضم إلى الهدنة. يعني لن نتحدث نحن عن تصريحات سواء قال هذا الطرف أو ذاك، ولكن أنا منذ أيام كنت في دمشق ولمست الهدوء بشكل مختلف تماما عما كان قبل الهدنة. يعني الأمر مشاهد بأم العين، لا نحتاج إلى تصريح من جيش الإسلام أو قاعدة التنسيق في حميمين. لمس الهدنة لدرجة اشترى ثياب جديدة الأستاذ عبد الله. بالحديث عن شق المصالحات، يعني المصالحات باعتقادي أنها اليوم يعني بعد 5 سنوات إلى حد كبير هي بالنسبة للطرف الآخر بالنسبة للمجاميع المسلحة هي خيار الضرورة. وأقول خيار الضرورة على ضوء المستجدات الحديثة، ربما البعض بدأ يقرأ الملامح السياسية الأمور الجديدة بشكل صحيح. أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، لماذا نقول نحن خيار الضرورة؟ نتيجة ضغط العامل العسكري والميداني الجديد للجيش العربي السوري هذا من ناحية. من ناحية أخرى وهي ناحية مهمة جدا، أن هناك انتقادات شعبية واسعة لمسألة المصالحة، لا يجب أن يعني نختبئ وراء أصبعنا ونقول نسمع حديث الشارع ونسمع القول طبعا أن هذه المصالحات هشة. أريد أن أوجه رسالة هنا في هذا السياق، يعني مجمل الانتقادات لمسألة المصالحة المصالحات الوطنية تنحصر ضمن يعني ربما عواطف شخصية وانطلاقا من أشجان شخصية نتيجة خسارة معينة طبيعي أو هذا طبيعي، ولكن المسألة تختلف تماما. المسألة متعلقة في المستقبل، في مستقبل أبنائنا، على مبدأ الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يدرسون. نحن أكلنا الحصرم، لا نريد أن تغرس هذه الأزمة جذور عميقا في المجتمع السوري، لا نريد أن يدرس أبنائنا بسبب ما يحدث اليوم. هلا نحن يمكن ناقشنا هذا الملفين الأبرز حاليا باعتبار نحن ناطرين بكرة مستجدات الواقع السياسي بجنيف، على أمل اللقاء بكم ما في حلقات مقبلة من منصة سياسي. بدي أتشكركم الأستاذ المحامي فادي جناد والأستاذ الكاتب والمحلل السياسي عبد الله سلوم، بدي أتشكركم كتير، أهلا ومرحبا. أما الشكر الأكبر فلكم أنتم مشاهدين، ألقاكم في حلقات مقبلة من برنامج منصة سياسة، إلى اللقاء.